السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنشرح الماس جورنال او كراس الماس الترم الثاني منهج KG2، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الكوفر بتاع الماس جورنال، واحنا ان شاء الله النهاردة هنشرح شابتر 1 او الفصل الاول، وهو بيكون من لسون 61 حتى لسون 70، او من الدرس رقم 61 حتى الدرس رقم 70. في الكتاب هنا بيبدأ من لسون 66، لان من لسون 61 حتى لسون 65 في مراجعة او ريفيجن سريعة كده على الارقام من 1 لـ10 او من from 1 to 10، وطبعا على الاشكال الهندسية. فاحنا دلوقتي هنشوف الارقام بتاعتنا، ولازم نكون حافظينها كويس، ونراجع كمان على الاشكال الهندسية. خليكم معايا. طبعا ارقامنا الجميلة 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10، لازم نكون حافظينهم بالكتابة والقراءة وبالحروف كمان. والأشكال الهندسية اللي احنا لازم نكون فاكرينها من الترم الأولاني، وهي circle دائرة، square يعني مربع، rectangle اللي هو المستطيل، وتراينجل او المثلث. لازم نكون حافظينهم وعارفين شكلهم كويس علشان هنحتاجهم كتير. والجديد يا اصحابي في lesson 1 او في الدرس الاول في الماس جورنال الترم الثاني الاماكن بتاعه الاشياء. فاحنا دلوقتي عايزين نتعرف على الاماكن. عندنا طبعا under يعني تحت، over يعني فوق، وطبعا اوفر يا اصحابي بتعني ان هو فوق اي حاجة معينة، شيء فوق شيء تاني، بس هو مش لازم يكون ملامس ليه، هو ممكن يكون بينه وبينه مسافة، يعني حاجة فوق زي ما احنا شايفين الماوس ده فوق البوكس ده وهو مش لامسه، بس هو اوفر فوق. ان في داخل، اون على، واون لازم تبقى الحاجة او الحاجة اللي احنا بنقول عليها اون بتبقى لمسة الحاجة اللي تحت منها، زي ما احنا شايفين الماوس ده لامس السكوير ده، فهو هنا اون يعني على، وهو لامس السطح بتاعه. in front of امام، في امام حاجة هو واقف قدامه. behind خلفة، واقف وراه. next to الى جانب. فطبعا لازم نبقى عارفين الكلمات دي كويس، ونبقى عارفين كل كلمة فيهم معناها ايه. under يعني تحت، over يعني فوق، in يعني في او في داخل، on يعني على، in front of يعني امام، behind يعني خلفة، next to الى جانب. الكلمات دي لازم نبقى حافظينها كويس. واحنا كده عملنا ريفيجن سريعة على الحاجات اللي كان المفروض خدناها في الترم الاولاني، والكلمات الجديدة طبعا في lesson 1 زي ما احنا شفنا دلوقتي، ونبتدي نحل الامثلة اللي موجودة في الكتاب. خليكم معايا. طبعا lesson 66 هو اول lesson في chapter 1 او في الفصل الاول. هنا lesson 66 الدرس 66 بيقول لنا count your red circles، add الدوائر الحمراء بتاعتك، count add your red circles الدوائر الحمراء الخاصة بك، draw ارسم all your circles الدوائر الخاصة بك كلها with a red crayon بالقلم الألوان الأحمر. فانت هنا مطلوب منك ان انت تعد الدوائر بتاعتك. هنفترض ان انا اديت لك مثلا 5 circles او 5 دوائر، انت هترسم الدوائر دي باللون الاحمر او red crayon بقلم التلوين. فهنا نرسم 5 circles in red، هنرسم 5 دوائر باللون الاحمر.
طب والمطلوب التاني ايه في البيج دي؟ count يعني add your red squares المربعات الخاصة بيك اللي هي لونها احمر. draw ارسم all of your squares كل المربعات بتاعتك with a red crayon بالقلم التلوين الاحمر. فنفترض هنا كمان ان انا اديتك 5 squares او 5 مربعات وهم لونهم احمر، وانا بطلب منك دلوقتي ان انت ترسم هنا الفايف سكويرز دول او الخمس مربعات دول ان ريد باللون الاحمر with your red crayon او بقلم التلوين الخاص بيك اللي هو لونه احمر. فهنا هنرسم 5 مربعات لونها احمر، وهنا عندنا مجموعتين 5 circles او 5 red circles 5 دوائر حمراء، و 5 squares او 5 red squares 5 مربعات لونهم احمر. ونشوف المطلوب الثالث في البيج دي ايه. وفي الجزء الاخير من الصفحة او من البيج دي بيقول لنا how many circles كم عدد الدوائر and squares والمربعات do you have all together. together يعني معا، all together كلهم معا. فبيقولك انت عندك هنا كم دايرة وكم مربع في البيج دي، او كم سيركل وكم سكوير في البيج دي. فطبعا احنا زي ما احنا عرفنا احنا عندنا 5 red circles 5 دوائر حمراء and 5 red squares وخمس مربعات حمراء، يبقى عندنا 10 circles and squares. فهنكتب هنا 10 circles and squares، وطبعا هما مجموعتين والمجموعتين دول قد بعض في العدد لو تاخدوا بالكم يا اصحابي. 5 circles و 5 squares الاثنين عددهم قد بعض. وبكده نكون حلينا البيج دي، وده lesson 66 او درس رقم 66. نتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 102 او صفحة 102، وده lesson 67 او درس رقم 67. وطبعا احنا لسه بنتكلم عن الارقام من 1 لـ10، وبنتكلم كمان عن الاشكال الهندسية الجميلة بتاعتنا اللي احنا افتكرناها من شوية، وهي طبعا السيركل والسكوير والتريانجل والريكتانجل. وبنتكلم كمان عن الاتجاهات واماكن الاشياء طبعا اللي هي over و up و under و in front of و behind و next to. ودي طبعا المعلومات الخاصة بشابتر 1 او بالفصل الاول في الماس جورنال KG2 الترم الثاني. فهنا هبيقول لنا listen carefully. listen carefully يعني استمع بحرص، استمع بانتباه to the directions. to the directions للتعليمات given المعطى by بواسطة your teacher المعلم بتاعك. draw ارسم what the teacher asks you to draw ارسم اللي بيطلبه منك المعلم ان انت ترسمه. فطبعا المعلم بتاعك المفروض هيطلب منك ان انت ترسم circle draw a circle، فانت هترسم circle. وهيطلب منك كمان يقولك draw a square، فانت هترسم square. وهيقول لك كمان draw a triangle، فانت هترسم هنا كمان triangle. وهيقول لك كمان draw a rectangle، فانت هترسم هنا rectangle. فبالتالي انت هترسم الاربع اشكال الهندسية اللي احنا اتكلمنا عليهم من شوية. وبكده نكون انتهينا من البيج دي وليسون 67. وطبعا لسون 68 و 69 و 70 التلاتة دول موجودين في الماس اكتيفيتي ان كلاس روم في انشطة الرياضيات، وده بيكون في الفصل او في حجرة الفصل. وهما بيكونوا كالاتي، ناخد مثال عليهم. المفروض ان انت دلوقتي في الكلاس روم انا بسألك عن الاشكال دي، فبقولك هنا البول دي موجودة في فين في البوكس، جوه البوكس ولا on the box ولا under the box ولا next to the box ولا behind ولا in front of ولا between. كمان between يعني بين. المفروض احنا هنا هنقول ان هي فين، هنا in the box يعني داخل الصندوق، in يعني في او في داخل. طب هنا يا اصحابي هنا on the box او على الصندوق. طب هنا under the box تحت الصندوق.
هنا next to, next to يعني إلى جانب، هنا behind, behind يعني خلفه، وهنا in front of يعني أمام، وbetween, between يعني بين، طبعا دي إلى جانب over و under زي ما احنا عرفنا. وبكده نكون انتهينا من chapter 1 أو الفصل الأول في الماس جورنال، وده طبعا كان آخر حاجة فيه، هي lesson 70 أو درس رقم 70. وأتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا من درس النهاردة. لو أعجبك الفيديو اعمل لايك، والأهم أنك تشارك الدرس ده مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما أن في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.